كباب عفية شوى كباب ديري بسماء على طريقتي أنا. اللي حابب يعرف الطريقة يتابعني في الفيديو. وأهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة. مرحبا يا شباب ويا صبايا. اليوم غدانا منظوم كباب ديري، كباب على الطريقة الديرية، بشبه الكباب السوري بشكل عام، ولكن بيختلف عنه انه ما بنحط له لا بقدونس ولا بندورة. هو عبارة عن لحمة غنم مخلوطة مع لحمة بقر، نسبة الفات فيها الدهون حوالي 15%. بحتاج هدول تقريبا كيلو وربع لحمة مفرومة، بحتاج لهم بصلة كبيرة. الكباب الديري ما بنحط له غير بصل وفليفلة حمراء وملح. أنا بدي أعمله على طريقتي كباب ديري، ولكن بالسماق بدي أضف له معلقة واحدة من السماق مشان نعطيه مزة السماق اللذيذة. خلينا نشوف طريقة التحضير سوا. معلقة الملح، معلقة كبيرة من الملح بدي أحطها على الفعات، ملعقة كبيرة من الفليفلة الحمراء حارة البربيكا، وملعقة كبيرة من الفليفلة الحمراء الحلوة. وعلى طريقتي أنا بدي أضيف لهم ملعقة طعام سماق. جربوها وراح تدعوا لي على هالكباب الطيب. وآخر شيء بصلة متوسطة الحجم، بصلة واحدة. هلا بندعك المكونات مع بعض، وهي هي شغلة الكباب الديري. بإمكانكم تحطوا فليفلة حمراء، يعني خضرة تكون فريش. أنا حطيت فليفلة حمراء البربيكا اللي هي باودر. أنا بدي أحط الباقي من الفليفلة المتبقي منها، ملعقة الطعام الكبيرة والمتبقي من الملح. هلا آخر شي بدي أحطه معلقة صغيرة من أول سبايسيز اللي هي جميع البهارات، ميكس بهارات عربية بيختلف عن السبع بهارات اللي هو بتلاقوه بالسوق باسم أول سبايسيز. ندعكم دعكة منيحة مظبوطة، وبعدين بنحطهم بالسيخ. راح بعملهم على شكل كرات مشان يسهل علي شكهم بالسيخ. شوفوا الشكل أحلى، بتعملوا هيك كرات صغيرة مشان تحطوهم يطلع السياخ حجم بعضه. بحطهم بكيس بغطي عليهم ببلاستيك لوقت اللي بدي اشويهم. ناخذهم برا على الحديقة او اي مكان، بنحطهم بالسيخ ونشويهم. هلا الكباب جاهز، عملته على شكل كرات كيلو وربع، عملوا لي 6 7 12 13 سيخ كباب. هلا حطيتهم انا بفينكم فرزوهم بالبراد ساعة اللي بدكم تشووا، تاخذوهم جاهزين بنشكوا بالسيخ معكم اسهل. هلا انا بدي اخليهم شوي ساعتين ثلاثة بالبراد مشان يتشربوا هالبهارات والتتبيلة البصل والفليفلة، وبعدين بنشوف سوا طريقة شكهم بالسيخ وشويهم. واحلى كباب ديري لمتابعي القناة. هلا بينما يبرد شوي الكباب اللي حطيناه بالبراد مشان يسهل علينا ضمه بالسيخ، بدنا نعمل سلطة البيواز المشهورة السورية اللي بتاكلوها مع المشاوي. سهلة، ما في اسهل من هيك. مقاديرها هي عبارة ربع كيلو بقدونس بدون سيقان مفروم فرم خشن، بحتاج بندورة كبيرة او طماطم مفرومة شرائح، بحتاج بصلتين متوسط الحجم مفرومة جوانح، بحتاج قليل من سماق، بودرة السماق حوالي ملعقة طعام.
تحضيره سهل ولا اسهل من هيك. بنضيف البصل حسب انتو الكميه اللي بتحبوها البصل، اذا ما بتحبوا بصل كثير تحطوا شوي قليل، وبحط معهم الطماطم وبحط لهم معلقة طعام السماق اللي هو يتميز بطعمته الحامضة. وهلأ بنخلطهم ما شاء الله، الرائحة جميلة جدا وتفتح النفس على الطعام. لا يجوز أكل المشاوي الشقف أو الكباب أو الكفتة إلا مع سلطة البيواز الحلبية المشهورة، سواء كان تتاكلوا الكباب ساندويش بتحطوا شوي منه، وهي السلطة نستخدمها مع شاورما اللحم حصرا، لا تستخدم مع شاورما الدجاج، تستخدم مع كافة أنواع المشاوي وشاورما اللحم. أحتاج القليل من السماق، أنا بحب السماق كثير بالبيواز لأنه بيغني عن الملح. قرب لكم صورة تشوفوا المنظر الشهي الرائع لسلطة البيواز. في إمكانكم تستخدموها بدون طماطم، بدون بندورة، أو بشوية بصل قليل اللي ما بحبه، بس يفضل أنه تكون بهالطريقة هي من غير إضافة الملح، لأن الملح يؤدي إلى السويداد ودبلان البقدونس. وهي سلطة البيواز جاهزة، وصحتين وهنا على قلبي والكل. خلينا نشوف سوا طريقة ضم سيخ الكباب والشوي. هلأ بنجي على طريقة تسييخ الكباب. هدول الكرات الكباب اللي عملتهم حطيتهم البراد من تحت حوالي ساعتين 3 ساعات مشان يسهل ضمهم وما يفرطوا معنا أثناء الشوي. هلأ لضم السيخ حاولوا تستخدموا السياخ هي العريضة، هلأ فرجيكم منها، اللي هي هذا النوع عريض لضم الكباب، سهل وما بيقع سيخ الكباب. بينما هدول الأسياخ الرفيعة بنستخدمها للشقف أو لقلي قطع اللحم اللي هن مسميهم الشقف، بينما لعمل الكباب يفضل تستخدموا ألواح الخشب العريضة. نجيب اللحمة هيك بنضمها بنحطها هيك بهالطريقة، بنضغطها بنضغط عليها بقوة وبنحاول نبرم السيخ نلفه أثناء ما عم نمد اللحمة. هاي سيخ الكباب جاهز ولا أسهل من هيك. هاي الكباب جاهز، شوفوا ما أحلاهن، صحتين وهنا على قلبي والكون. كباب ديري على الطريقة الديرية بالسماء والفلفل الحار، اللي بده يجربها بده يدعيلي. ننتقل سوا على الشوي بالسخان أو بالفرن. أحلى كباب ديري بالطريقة السورية. نرش له شوية سماء هيك كلمش. سلطة بيواز جنبه. هاي الكباب جاهز بالسماء وسلطة البيواز جنبه، وصحتين وهنا على قلبي والكون. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا تدعموني بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. إلى اللقاء.